ملكية متعددة الأبعاد، وها هي اليوم تتجسد الإرادة الملكية السامية بإطلاق استراتيجية الفلاحية لتطوير القطاع الفلاحي الجيل الأخضر، واستراتيجية المرتبطة بتطوير قطاع المياه والغابات غابات المغرب. وها هم أهل وساكنة إقليم شتوكا آيت باها يخرجون بحماس وشوق، يختزن من الحب أضعاف أضعاف ما يعلنون. ها هم في لحظة شامخة بالولاء والإخلاص لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وجلالته محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن. ها هم وطني، ها هم يرصدون إسهامات التنمية المستدامة المنسجمة والمتوازنة سعيا لتفعيل التوجيهات السديدة لجلالة الملك بما ينسجم مع إرساء دعائم الجهوية المتقدمة وتطوير منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا المنهجية المجددة للمبادرة الوطنية في مرحلتها الثالثة التي تحفز على روح المبادرة والمقاولة لدى الشباب. يرصدون خارطة الطريق في إقليم شتوكا آيت باها في أجادير الكبير التي تواكب المشاريع المهيكلة الكبرى ذات الوقع الاقتصادي والاجتماعي الهام. يرصدون الالتزام القوي لجلالة الملك بالمبادئ السامية والقيم النبيلة الثابتة للدفع بعجلة التنمية في جهة سوسماسا من خلال مقاربات شمولية متعددة القطاعات للنهوض بإقليم شتوكا آيت باها بجهة سوسماسا وصيانة تراثها والنهوض بها في كل المجالات من خلال برنامج عمل وتتبع الاستراتيجيات المختلفة ومحاورها الرئيسية من خلال تعزيز الرصيد المائي للجهة وتطوير مشاريع الفلاحة المستدامة وتطوير قطاع المياه والغابات، ومن خلال تقوية القدرات المحلية وإنعاش القطاعات المنتجة على أساس مناهج تستجيب لمواصفات الأقطاب الحضرية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. من هنا تبرز أهمية الزيارة لجلالة الملك. سيدنا الله يسره.